مرة يمكن الناس تشوف الاستعدادات راه تتم في أحسن الأجواء. لا إن شاء الله تنطمحوا نلعبوا على بين المراكز الأربعة الأولين، ولما لا نلعبوا على كأس العرش كاين مباراة ثانية حنا ديال العام اللي فات ولا العام اللي جاي هنا، وأنا نلعبوا على إن شاء الله. الحمد لله احنا بدينا في استعدادات في احسن مستوى، تقريبا هذه تقريبا شي كان جوج باقي في استعدادات يعني متطوره من احسن الاحسن، وان شاء الله هذا العام ناويين اننا نلعبوا على الثلاثه الاوائل في البطوله الوطنيه. هذا العام زدنا لاعبين تقريبا من احسن اللاعبين تاهم في البطوله الوطنيه، منهم حارس المنتخب المغربي تقريبا الاول. الحمد لله عندنا فريق يعني شباب صغار، وان شاء الله غتكون الكلمة ديالو هاد السنة ان شاء الله. سنغافورة يعني بديتوا الاستعدادات ديالكم للبطولة الوطنية، كيفاش تجرى الاستعدادات؟ الاستعدادات كدوز في الجو مزيان الحمد لله، لأن كنستعدوا إن شاء الله عندنا كأس العرش في السيمانة إن شاء الله، السيمانة ولا السيمانة أخرى، غيكون عندنا القرعة نهار الثلاث الجاية ديال كأس العرش، لأن غادي يلعبوا دابا الدوزيام ديفيزيون بعضياتهم، وإن شاء الله السيمانة الجاية غادي يكون عندنا باش غادي يكون التنسيق ما بين الدوزيام والبرومي ديفيزيون، وإن شاء الله تنستعدوا عندنا من كأس العرش هو الأولى، لأن البطولة في شهر 11 إن شاء الله. في لوكاتو لوساد في شهر 11 غادي تبدا البطوله الوطنيه، وان شاء الله حنا تنتمناو ان شاء الله باش نلعبوا على كاس العرش هذا ان شاء الله. شنو هو الرهان ديالكم غنغافور في البطوله؟ وان شاء الله تنلعبوا على المراتب الاولى ان شاء الله، ومكرا ان شاء الله نلعبوا على البطوله الوطنيه. كاطار شاب يعني الطموحات ديالكم بالنسبه لغافور؟ الطموحات ديالي وان شاء الله نلعبوا على واحد ندو واحد اللقب ديال البطوله الوطنيه ولا ندو كاس العرش، وان شاء الله حتى حنا نزيدوا شويه المستوى ديالنا باش نزيدوا الحمد لله لقدام، وتنتمنى من الله يكون خير ان شاء الله. عبد الغفور يعني من اجل لاعب اطوار قهريه لابد من التركيبه البشريه، واش التركيبه البشريه ديال فريق المدينه البلديه قادر باش تضيع انديه الكاس الاول وبالتالي تحقيق ضروري، لان الحمد لله عندنا لاعبين من في المنتخب الوطني، عندنا اربعه لاعبين او خمسه لاعبين في المنتخب الوطني، الحمد لله جبنا لاعبين هذا العام، هذا واحد ثلاثه لاعبين زدناو في الفريق باش يزيدوا يعاونونا، منهم دور حارس رضا الخياري وعيسى مهدي عايسي وعلال، لان الحمد لله باش يكون الفريق ان شاء الله ما يكونش عنده نقص في اللاعبين، ويكون عنده ان شاء الله فريق واحد الفريق اللي يقدر ينافس على البطوله ان شاء الله. وماذا عن المكتب الموسمي؟ المكتب الموسمي الحمد لله موفرنا كاع الظروفات الحمد لله هذا العام هذا، وان شاء الله قلنا باش يجيبوا لاعبين جابوا لنا لاعبين، والحمد لله ان شاء الله حنا غادي نكون ان شاء الله كما وعدنا المكتب وكما وعدنا هو ان شاء الله غادي نكون ان شاء الله. شي اضافه في الكيسان؟ تنشكر قناه 36 قنيطره وتنشكرهم بزاف، وتنتمناهم الله ان شاء الله باش يزيد باش الفوتسال يزيد قدام في الصحافه ان شاء الله، تزيد تعطي المعنويات للفوتسال ان شاء الله باش يزيد قدام هذا الشيء هذا، لان الفوتسال ولات عنده واحد الظاهره كبيره في المغرب، لان كتشوفوا لاكوب دافريك اللي قدموا المنتخب الوطني من لاعبين من المحليين، وتنتمنوا من الله التوفيق، ونتمنوا الناخب الوطني سي هشام الدبيب حتى هو التوفيق في المنتخب الوطني، ونزيدوا نعاونوا في الخدمه اللي غادي فيها.